عدالة حرية مواطنة. بمزيد من الندوات الشعرية والأعمال المسرحية والأغنيات الثورية، يستمر فنانون ومثقفون سوريون وعرب بتظاهراتهم الثقافية، رغم يقينهم بتواضع ما يقدمونه مقارنة بما يحدث على الأراضي السورية. نحن الفنانين، أو أنا خليني أحكي عن تجربتي الشخصية، أنا لا ترتقي تجربتي الشخصية لنقطة دم واحدة عم تنزل بالشارع. قد ما قلنا عانينا وشردونا، صحيح نحن مشردين. أنا هلا بيسألوني شو عنوانك، بقول لهم ما بعرف. يوم دورت المنافي منفى منفى وما لقيتك، ويوم دقيت الوطن باب على باب، وهنت العين التناظر حدا يفتح وما لقيت. شعراء الثورة السورية مزجت أشعارهم هذه بين خيوط الحرية لمن يتظاهر للمطالبة بها في سوريا، وإحساسهم بالغضب لعدم وجودهم هناك للمساهمة في تحقيق أهداف الثورة. الكتابة هي عجز، الكتابة يعني هي محاولة، بالنسبة لي أنا ككاتب محاولة لتبرير العجز لا أكثر. المسرح الثوري كان حاضرا أيضا ليختزل به فنانون واقعا مؤلما يعيشه السوريون يوميا. مهم ان نحن نفكر بطريقة لكل شخص مكانه بالثورة. في حدا بيكتب اللافتة، في حدا بيصنعها، في حدا بيحملها، في حدا بينظم. احنا جايين لهون من فلسطين الأصوات العربية جاءت إلى الدوحة لتنقل رسائل التضامن مع الثورة السورية بألحانها وأسجانها، علها تنصر صوتا يعلو عليه صوت الرصاص في سوريا. يا رايحين عحالة حبي معكم راح. عمار الهندي، العربية، الدوحة.